كابتن ندى، يمكن النهارده يعني بعد طبعا انتقال 4 صفقات من النادي الاهلي راحوا نادي الزمالك، ولكن النهارده انا مش حاسس بفرق الحقيقه، حاسس ان الفرقه هي الفرقه اللي كانت السنه اللي فاتت، حاسس ان الاداء هو، مش حاسس ان في اختلاف، بالعكس حاسس ان في اصرار وفي عزيمه اكتر من السنه اللي فاتت. فسر لي ده بايه يا كابتن، خاصه انت حضرتك كنت في يوم من الايام يعني من اعمده هذا الفريق. انا والله شايفه ان الفرقه كانت بتلعب النهارده بمنتهى الثبات، يعني ثبات يحسدوا عليه الحقيقه اي فرقه في الظروف اللي هم مروا بيها. 4 صفقات منتقله من الفرقه تعتبر من يعني الاعمده الاساسيه في الفريق، من التشكيل الاساسي، اي فرقه في مكانهم كانت هتهتز، يعني حتى لو كان النهارده لا قدر الله حصل اي حاجه كان هيلاقوا مبررات ليهم، لكن هم ما شاء الله عليهم نازلين بمنتهى الثبات بمنتهى القوه. حتى لو حصل الشوط الاول هزه وما كانوش موفقين، لا لحقوا يلموا نفسهم وسيطروا على الموضوع وسيطروا على الماتش، كانوا بيلعبوا بمنتهى القوه وبمنتهى الثبات، ما تشدوش خالص لحماس فرقه الزمالك، كانوا نازلين بمنتهى الحماس والتشجيع واصوات وتسقيف و و و لكن البنات كانوا ثابتين جدا، بيلعبوا بسيستمهم وبطريقتهم وخدوا الماتش للريتم اللي هم عايزينه وقدروا يحققوا 3 اشواط متتاليه، فانا بهنيهم بصراحه. طبعا اكيد الخبره اللي كانت في الفرقه من كباتن كبار زي طبعا نهله سامح كابتن الفرقه وشروق وكل الكباتن وايا الشامي طبعا، يعني كان في ثبات كبير جدا، وندى وليد، ومش عايزه انسى حد، هم كلهم، بس انا اعتقد ان الكبار في الفرقه اكيد قعدوا واتكلموا مع الفرقه، لان زي ما حضرتك قلت الفرقه مدعمه بعدد كبير من الناشئات، يمكن اول مره يحتكوا في مباراه قويه كده، فاكيد هم قعدوا واتكلموا معاهم وطلبوا منهم ان هم يكونوا هاديين ويقدموا كل اللي عندهم، والحمد لله في الاخر ربنا كلل مجهودهم بالانتصار دوت. الانتصار كان مهم جدا للفرقه دي في التوقيت دوت، اول مواجهه بين الفرقتين، كان مهم جدا 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 ان الفرقه تكسب، والحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب النهارده.